اللي صار كلشي غير فقد ديال العشوائي فقد ديال العشوائي فقد ديال العشوائي هادي كلشي عاني. حنا كمخابز تقليدية كنعيشوا واحد الحالة صعيبة بزاف في المهنة ديالنا، لأن أصحاب المخابز العشوائية كتحل يوميا وبطريقة زعما غير ما يتصورهاش الإنسان، ولكن كنتمنوا من الدولة دير لنا معاهم شي حل، لأن القضية اللي بقات على هذا الحال كاع المخابز لا سواء التقليديين ولا العصريين راه كلشي غادي يسد، حتى واحد ما غادي يبقى حل وغادي يبقى يزول النشاط ديالو والمهنة ديالو، لأن أصلا هاد أصحاب المخابز أصلا كل مخبزة غادي تلقاها فيها مثلا شي 10 خدامة ولا 8 ولا 9، ولكن هاد المخابز العشوائيه اللي كتحل يوميا راه ما تخليش هاد النشاط باش يبقى دائم. اليوم عقدنا واحد الاجتماع في غرفه الساعه التقليديه باعتراف بالمشاكل اللي كنعانيو في السوق بين خصوصا من الكراجات العشوائيه، واش واخا حنا واخا دابا الامام باش عندنا واحد الشكايه دفعنا للمجلس العمل ديال الاكاديم من تحت اطراف ديال السيد غرفه الساعه التقليديه، وكنتمنوا ان شاء الله هذا المشكل العشوائي يتعالج في اقرب وقت. المطيب نسيدي كنطلبوا ان شاء الله من السلطات باش يدخلوا يحيوا لنا العشوائيه من الشارع، راه ضرينا بزاف من العشوائيه هذا. يقدر ان شاء الله تكون شي وقفه ولا شي وقفه احتجاجيه ولا نديروا شي حاجه ان شاء الله باش شي نحاربوا هذه العشوائيه اللي عندنا في الشارع. يفرن السوق هنا ارض النقش اداريه هذا الجهات المسؤوله.